ما لم تبلغ في زمن قبل من قبله من الأئمة أبدا. هناك اتسعت شيئا فشيئا، ولهذا أدرك الخطر. شو أبو جعفر؟ قام يجي إلى منه؟ قام يجي إلى تلاميذ الإمام الصادق المعلى بن خنيس يقتله، ها أبناء الإمام الحسن والحسنيين يستهدفهم تماما، لأن ما شاف مرة بعد مرة إلى فرصة ومبرر لقتل الإمام. شي يسوي؟ قال استهدف أولاد الحسن. شو؟ قال أخلى منهم المنازل، أخلى منهم المنازل. شلون؟ قال أعطيك صورة واحدة، يهجم الجواج الوازي العباسي على البيت الحسني، واحد عمره 13 سنة 14 سنة ما يبقى، ما يبيهم واحد يبلغ الحلم ويبقى في بيته. قال يجر من منزله، فتخرج أمه باقية، دعوني أشمه فخذوه. بعد ينضم المرحوم العطيه يقول ما يحصل الهم الولد توقف ودعاه، خلى منازلهم حرم وأخبار تنعى حتى العدو التفصيل ما يقدر يسمعه، ماضي حكمهم بالإعدام صغار وكبار. يقول الإمام بيتي إلى جانب بيوته يسمع الضجة في بيته، لكن يسمع الضجة وجعفر يشوفه ويسمع الضجة من بيوته ويشوفهم فوق الهزل ماشيين للموت، دموعة والحزن بالقلب مفتوح، يشوفهم ودموعة على وجنات أبيه وأمي. مرة بعد مرة، يا ربيع علي بجعفر، قتلني الله إن لم أقتله على الحالة التي هو فيها. يقول الربيع جئته وهو في مصلى، عليه قميص وإزار، قلت على الحالة التي أنت عليها. يقول جبت إلى قصر المنصور على الباب وهو يقول يا ربيع ما أتيت أما جئت. يقول وقفت على الباب، قلت له سيدي عذرا. قال لي ماذا؟ قال لي أنا مأمور أن أدخلك بطريقة غير طريقة. قال لي افعل ما بدالك. فقبض الإمام من ثيابه وجره جره مسحوب بأبي وأمي. قال لي يا جعفر تكتب لك الكتب ويجبى لك الخراج وتخرج علي وعلى كذا. قال لي مكذوب علي يا أمير المؤمنين. قال لي بهذه الشيبة وتكذب يا جعفر؟ إن أيوب ابتلي فصبر، ويعقوب وإن سليمان أعطي فشكر، وإن يوسف ظلم فغفر، ولك رحم ماس بهم. يقول لي أظنك صادقا يا ربيع علي بالغالية. يقول جبت إلى الغالية، زين وضع فيها لحية كانت بيضاء اسودت، شيع مولاك. يقول شيعت لكن ما هدأ له قرار، علي بجعفر بن محمد. يقول مرة ثانية جبت مسحوب، شفت الإمام يتمتم بكلمات ذاك العابس ذاك الخاضق ذاك المتغير وإلهي به، يقول سيدي إنما أتيت بك لأقضي دينك، قل لي هل عليك من دين؟ يقول أنا استغربت من المحادثة، طلعت جعفر بن محمد قلت له سيدي شكلت تبتم بكلمات؟ قال بلى، قلت حسبي الرب من المرموبين، حسبي الخالق من المخلوقين، إلى آخر الدعاء. يقول ما دعوت به في بلاء إلا ونجوت. يقول بعد ذلك أعيته الأمر الحيل وأمر بإحراق دار الإمام جعفر الصادق. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يصلي وإذا بالنار تسعر في اتفارغت اولاده وبناته، انفتل من الصلاه وحط راسه بين ركبتيه وكان يمشي. جو الى اصحابه يسالونه، قال له سيدي هاي مو اول نار تحرق لكم بيت؟ لولا اكو سبقتها نيران. قال بلى انا اعلم هذا الحج، ولكن انا ما ابكي على حالي. يقول انا اصلي، انفتلت من الصلاه واذا اشوف اولادي ونسواني يتفارغون من مكان الى مكان، فذكرت عيال جدي الحسين. أنا أبكي على هذا المعنى في الصور. وفعلا جدد الماتم قضية الحسين ودور الإمام الصادق فيها وتثبيت أركانها ورسام مبادئها وتعليقها في الوجدان والقلوب والأفكار، وتأسيس الماتم على أيام الصادق وطلب الإنشاد. كل هذا أنت تسمعه لدرجة يوم من الأيام يأمر بغلق المنازل، لكن الخطيب والشاعر يبدو أنه قرح أجفانهم زين وأدمى قلوبهم، فصرخت واحدة واجدة أدار الجلوازي يسمع. قال له سيدي هذا الجلوازي عالي بني العباس يقول شعدهم
قال قولوا لهم يبكون على طفل صغير فقدوه. يعني بذلك عبد الله رضي الله عنه صبر. وهكذا بقي الإمام إلى أن دس إليه شم النقيعة، وبقي بأبي وأمي على فراش المرض يقبض يمينا ويندب شمالا كمن يخشى عليه جارا ويفيق أخرى حوله أولاده وبناته من جعفر الصادق على فراش المليء Daniel.
إذا تتحمل جهز الروح أخذ مننا القرب ذا. يا عاين الجسم جرح لا عاين صواب، يا شرح من جسم سهم لا شرح للشاب، بس الذي بالخير أغلى عابسيه. إذا يا ساعد الله قلب أبو محمد السجاد، بالنجف نور نور الغشم وسب جبل طور، هناك حيدر شان مقبور، نادي وهل الدمع منثور، ما جور يا ابو حسين ما جور. يا راكب هند البقايا فيها ان شاء الله اجابه الدعاء، يا راكب ذلولك لا تردها، يا جيت للزهراء وصيح ثلاث اصوات عدها، وخلها تنبه من لحدها ومنها ترى ذبحها. اللهم اكشف عما المهمومين، كرب المكروبين، فرج عن المسجونين، اشف الجرحى والمعلولين، غير سوء حالنا واصلح حالك يا رب العالمين. احفظ جماعتي الحاضرين القائمين على ألمات الشريف، تقبل عملهم بأحسن قبولك، المؤسسين وفقنا وإياهم لما تحب وترضى، واجعلنا من السعداء، وفقنا لخدمة سيد الشهداء، لا تشمت بنا الأعداء لأموات الجميع. الفاتحة والصلاة.